النقاط في الإطار الصحيحة، وزي ما شرحنا اللي هي المشكلة الأساسية اللي بتواجه حالة المجتمع المصري دلوقتي عدم تراخي قوة الطلب والعرض نتيجة زيادة الأسعار نتيجة زيادة التكلفة. فلازم نخرج بره بقى بأفكار خارج الصندوق عشان نجد حلول نقدر ان احنا نجيب منها ان شاء الله يعني عائد يعود على المجتمع المصري بشكل افضل، نقدر نوفر السكن لطالبيه ونقدر نخلي في نوع من انواع التنميه المستدامه.